في أماكن معينة، هل حج كل ماكو لا تحول ولا هم يحزنون، وأكو هناك احتراب وتفجيرات وإلى آخره. باكستان تشوف كل يوم صاير فيها، لا دعوة ولا تبليغ ولا أحد ينتقل منا إلى ذاك الصوب ولا من ذاك الصوب إلى هنا. مع ذلك القضية قضية تخلف أو تقدم، القضية قضية أخلاق حضارية أو أخلاق الغابة. هذا هو، إذا إحنا صرنا أناس متقدمين متحضرين على أخلاق الإسلام ما لازم يحصل هذه الأمور. الحقيقة ليس هذا وليس ذاك، القضية هي محاولة محاصرة جديدة لمذهب أهل البيت عليهم السلام بهذه الطريقة. مذهب أهل البيت في الفترات الماضية تمت محاصرته بمختلف الوسائل، الآن على أثر التقدم العلمي والتقني وإمكانية التواصل بين البشر بأسهل ما يمكن عبر الإنترنت، عبر الفضائيات، عبر الأسفار، عبر التفاهم غير ذلك، أصبح انسياب الثقافة والفكر أسرع من انسياب الهواء. طيب، وأصبح الكل مكشوفا على الكل. طيب، بعض الكتب التي لم يطلع عليها بعض أبناء الشيعة اطلع عليها غيرهم وبالعكس. فهذا أنتج أن قسم من الناس ينظرون بنظرة معقولة إلى هذه الأفكار وإلى هذه الآراء. كيف نحوط هذا؟ كيف نحاصره؟ كيف نتوقف نوقف أمامه؟ لابد أن نثير الغبار، مر باسم أن ولاء الشيعة لغير أوطانهم، مر باسم احتراب داخلي يسبب هذا، مر بتشويه من ينتمي إلى هذا المنهج أن هذا يدور وراء فلوس وغير ذلك. الغرض هو المحاصرة. ماذا تصنع للناس الذين تثار في أذهانهم أسئلة عن التاريخ؟ ماذا تصنع للناس الذين تثار في أذهانهم أسئلة عن العقائد؟ ماذا تصنع للناس الذين تثار في أذهانهم أسئلة عن الثقافة؟ لابد أن يكون هناك جواب. يدعى أن ما لدى مذهب أهل البيت عليهم السلام، ما لديهم هو الإجابات الصحيحة والحقيقية على أكثر هذه الأمور، وبالتالي كثير من الناس يقبلون هذا الجواب. أنت لما تجي تشاهد رموز هذا الخط، رموز هذه المدرسة، فداؤهم، تضحياتهم، هناك إذعان وإقرار بتقدمهم. هل تستطيع أن تمنع الإعجاب بالحسين عليه السلام؟ تقدر أن تمنع الإعجاب بالحسين؟ تقدر تمنع الإعجاب بعلي بن أبي طالب؟ مسيحيون، عدد الذين ألفوا من المسيحيين حول أمير المؤمنين أكثر من عدد الشيعة، وكتب ضخمة وجميلة وقوية، ولا هذه حالة إعجاب؟ ممكن هو باقي على مسيحيته بس بالنسبة إلى هذا الرجل رجل قمة، لم يصل البشر إلى هذا المستوى. طيب، لذلك يعجب فيه، يتفاعل مع أفكاره. في مرحلة أخرى من المراحل ينتمي إلى خطه. تقدر تمنع هذا؟ ما تقدر تمنع.